محطتنا الأولى لليوم من دمشق ومكان بيجسد نبض الحياة الثقافية بسوريا. أوبرا دمشق أو دار الأسد للثقافة والفنون بيشهد حركة دائمة للنشاط وحفلات فعاليات مسرح وموسيقى، كتير من الأنشطة يلي بتحاكي البعد الحضاري بروح الإنسان السوري. أكيد لحتى نحكي بشكل موسع عن أنشطة أوبرا دمشق صباحنا أكيد رح يكون غير مع المايسترو أندري معلولي مدير عام دار الأسد الثقافة والفنون. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباح المشاهدين الإخبارية السورية. يسعد صباحك. بالبداية منعرف الدار عم تحتضن فعاليات مهرجان دمشق الثقافي، خلينا نحكي عن هالأنشطة وأهميتها بهالوقت. الحقيقة مهرجان دمشق الثقافي ما نو فقط في دار الأسد، مسؤولي عنه وزارة الثقافة بكل مؤسساتها وبكل فعالياتها، من مسرح إلى ندوات ثقافية شعر إلى آخره. حصة دار الأسد كان بالفعاليات الموسيقية، كان الافتتاح طبعا، وبعدين في كان مبارح عرض لفرقة الأستاذ صلاح قباني، واليوم كمان في عرض مهم جدا للأوركسترا الوطنية للموسيقى العربية. فبمسرح الحمراء كان في عنا أعمال مسرحية هي بتجسد الحالة الثقافية الأكاديمية اللي انبنت بسوريا بعدة أنماط وعدة رؤية. دائما بالثقافة ما في رؤية واحدة، في تجارب، في ابتكارات، في إبداعات بتتجسد من خلال الأشخاص القائمين على هذا العمل ليظهروا اليوم مقدرات معينة أو أفكار معينة قد تتحول إلى رؤية أكبر وأوسع وقاعدة عمل نمشي عليها. وأيضا موضوع التراث، لأنه التراث اليوم شيء كتير مهم يجب المحافظة عليه، يجب أنه نقدر نوثقه بطريقة صحيحة لحتى نقدر ننقله للأجيال القادمة. طبعا أكيد. يعني مايسترو، إذا بدنا نحكي بالتخصيص عن دار الأسد للثقافة والفنون، احتضنت حفلات موسيقية عديدة، مغنيين عرب وعالمين، مستوى كان فعلا جدا راقي عم نشوفه بدار الأسد، وحتى كان بوقت يمكن كتير كانت مستهدفة. إذا بدنا نقول اليوم كيف عم تحاولوا تحافظوا على هذا المستوى من الحفلات ومن جميع الفعاليات؟ يعني حقيقة اليوم بكل فترة الأزمة دار الأوبرا ما وقفت ولا نهار عن العمل وعن العطاء الفكري والعطاء الفني. وهذا الفكر اليوم نحن بنقول إنه هو فكر بيكون هو مضاد للفكر الظلام والفكر الإرهاب اللي كان عم بيمر. فكان دار الأوبرا دائما هي إشعاع، نقطة إشعاع دائما ونقطة أمل. لما العالم كلها تيجي لتحضر حفل موسيقي رغم كل الصعوبات اللي عشناها بالفترة الماضية واللي إن شاء الله ما بقى نرجع نتذكرها حتى. فدار الأوبرا كان لها كتير دور مهم، واليوم شهدت نهضة كتير مهمة بفترة كان المفروض تشتغل بعدة أنماط لحتى تستقبل الجمهور. وفي ثلاث صالات عرض ضخمة جدا عم تقدم فيها يوميا حفلات موسيقية، مسرحية، فنون شعبية، رقص إلى آخره، بالفنون الثقافية المتنوعة. فالحقيقة دار الأوبرا كان لها كتير دور بالفترة الأزمة اللي مرقنا فيها، وكمان أيضا ما فينا ننكر دور اللي كانوا قائمين عليها. كمان أنا بوجه تحية للأستاذ جمال قرجولي اللي كان هو مدير العام. أكيد من ضمن صوتنا لصوتك. فكمان هو قدر عطى كل شيء بيقدر يقدمه لهذا المكان لحتى ينهض فيه. ونحن بنشتغل يعني نتابع دائما. اليوم أنا كنت عميد للمعهد العالي وصار في عميد جديد للمعهد، بنمشي بنتابع مع بعضنا لحتى كل واحد يحط رؤيته ضمن اليوم ضمن الفكرة اللي هو جاي ليقدمها. وأيضا ما بدنا ننسى ضمن الفترة والمرحلة الراهنة اللي بنمرق فيها، بكل مرحلة بيكون في إلى طريقة
لإدارتها وتقديمها. أكيد مايسترو، بكل مرحلات من سنين من الحرب عشناها، كانت الدار محافظة أقلها بالشهر كان عندكم حفلة بقمة الأزمة، كيف قدرتوا تضاعفوا جهودكم وكيف قدر الدار يبقى لهلأ محافظ على دوره، دور الفن الراقي، كيف قدرتوا تضاعفوا لجهود؟ الحقيقة هي بالأساس اليوم الإيمان والمحبة، هدول النقطتين اللي كتير مهمين لما يكون الأشخاص مؤمنين بالفكرة، بالصمود، بالبلد، بالعمل، لحتى يقدروا يقدموا شيء من روحهم رغم كل الظروف الصعبة. كل الأشخاص يلي كانوا موجودين، أنا بقول لك إنه فعلاً بالأزمة يمكن قدمنا عروض أكثر من ما قبل الأزمة، لأنه بصير في حالة من إنه نحن هون عم نتحدى، بدنا نصمد، بدنا نقدم فكر جديد. وعنكم رسالة حتوصلوها بقمة يعني الأزمة. هي بتصير القصة إنه مجموعة من الشباب اللي هن بيتفقوا مع بعضهم لخلق فكرة ثقافية معينة أو فرقة جديدة أو إلى آخره، ليقدموا فكر، ليقدموا إنتاج، ليقولوا نحن موجودين، نحن واقفين، نحن صامدين، نحن عم نشتغل. وهذا كانت رسالة كتير مهمة للعالم اليوم لما بيشوفوا إنه سوريا لديها أوركسترا سيمفونية، لديها أوركسترا عربية، لديها دار أوبرا، لديها أهم آلة أورجن موجودة في الشرق الأوسط، أكيد لديها جمهور بيستمع لهذا النوع من الفن الراقي. فهذا اليوم رسالة من سوريا لكل العالم إنه هي سوريا وليست كما تظنون أو كما تريدون أن تروجوا لها. نعم. يعني فنحن اليوم بنقدم رسالة تشبهنا، رسالة بتمثلنا، بتمثل قيمنا وأفكارنا وتعاليمنا. يعني احنا اليوم كمان ما في عنا موسيقيين هن على الهامش، إذا بدنا نشوف الموسيقي السوري، حتى إذا بدنا نشوف الموسيقيين اللي هن خرجوا من سوريا إلى العالم، منلاقيهم إنه هن موجودين بأهم أماكن بالعالم يعني. فمانو الموسيقي السوري هو شخص اليوم ممكن إنه يكون شخص عادي أو ضعيف، لا، الإمكانيات الموسيقية عالية جدا، التقنيات، الفكر الموسيقي الموجود عالي جدا. طبعا اليوم دار الأوبرا أيضا إضافة من مهمتها اليوم تشجيع الشباب، تشجيع الفرق الشابة، أيضا تسليط الضوء على الفنون الشعبية والفنون التراثية. يعني في عدة طرق بتشتغل فيها دار الأوبرا لحتى ضمن نظامها الداخلي، انه هي الهدف تبعها ايضا اضافه الى انه تقدم الموسيقى الفنون الراقيه والموسيقى الكلاسيكيه، اضافه الموسيقى العربيه، ايضا الفنون الشعبيه، لكن تقديمها بطريقه تليق في هذا المكان. اليوم عم نشتغل مع بعض لحتى ومع كل القائمين بالدار، الكادر الاداري كاملا اللي انا بوجه له تحيه كثير كبيره، لانه ما ممكن هذا المكان يشتغل الا بخلق روح العيلة، روح العيلة الواحدة. كل شخص بدار الأوبرا مهم جدا في هذا المكان، مهم جدا لتطوير هذا المكان والارتقاء فيه. أكيد. يعني مايسترو، خلينا نقول بفترة من الفترات استهدفت، خلينا نقول إن كان ساحة الأمويين، دار الأسد للثقافة، وكثير من الناس راهنوا على استمرار الحالة الثقافية الموجودة فيها، لكن كنا نشوف العالم بنفس المستوى، بنفس الأعداد المتزايدة اللي عم بتكون متوجهة إلى أهم الأفلام وأهم العروض أيضا عرضت بهذا المكان بفترة كانت بأوج الأزمة. خلينا نقول اليوم بسبب هاي الحرب الثقافية قديه في لازم يكون في انتقاء لكل شيء ممكن يكون موجود بدار الأسد، لأنه اليوم الحرب كمان حرب ثقافية. خلينا نقول هي حرب ثقافية، يعني من يعني ضمن مراتب العليا فينا نقول الموضوع هو الحرب الثقافية، لأنه هي من أخطر الحروب. الحرب الثقافية خلتنا إنه نحن نفكر شو الرسائل اللي نحن بدنا نوجهها. تعرضنا طبعا مثل ما تفضلتي حضرتك هلأ، تعرضنا لكتير استهداف، حتى اليوم كان في عنا شهداء من الجمهور اللي كان عم يحضر، ورغم ذلك الجمهور ما وقف يجي ويحضر كل الحفلات، بكل يوم عم يكون في عمل موسيقي أو مسرحي أو إلى آخره. طبعا اليوم بالمرحلة القادمة، اليوم الانتقاء ضروري، في طريقة لحتى نقدر، مو رفض أعمال، إنما اليوم توجيه أو تصحيح الصورة.
ضمن الفكرة اللي نحن هلأ عم نطرحها تشكيل لجنة فنية مهمتها العروض الموسيقية وتوجيهها. يعني اليوم ما بيجي أنا بقول هذا العرض يعني سيء أو كويس، لا، اليوم مو مهمتي أنه حتى العرض اللي هو منه منيح ساوي منيح. نعم. يكون إلنا نحن دور ك ك كأوبرا دمشق أنه نوجه أو نقوم الأفكار الموسيقية اللي عم تظهر، نقدم الدعم لكل فكرة بحاجة لتطوير أو تصحيح أو ممكن أحيانا ترميم. فنحن اليوم جاهزين لنقدر نتقبل كل العروض، إنما في عروض بمستوى أنه تتقدم على دار الأوبرا، في عروض نشتغل عليها لتصير بمستوى أنه تتقدم على الأوبرا. يعني ما رح يكون في عنا طبعا هذا كله بيجي بقول أنه ضمن الإمكانيات المتاحة في هذه المرحلة. ما فينا نقارن اليوم هذه المرحلة بالمرحلة السابقة أو بما سيكون قادم طبعاً المراحل القادمة. لا. ضمن المرحلة الراهنة، ضمن الأمور الواقع الحالي عم نشتغل، نحاول نشتغل بأفضل طريقة. هذا بالتعاون بين دار الأوبرا وكل الموسيقيين السوريين وكل المسرحيين السوريين وكل المثقفين السوريين. هذا مكانون، هذا المكان هذا منبر للفكر الثقافي الأكاديمي الصحيح يلي هو بيمثل واجهة سوريا الحضارية. ودائما أنا بقول دار الأوبرا هي سفيرة للبلد التي تنتمي إليه، لأنه من خلالها اليوم وخلال الأعمال التي تقدم فيها بتتقيم البلد وبتقيم هذا الشعب بما يستمع إليه بما يقدمه من فنون. دائما الثقافة هي الجسر الذي يصل بينه وبين الآخر، حوار الحضارات وحوار الشعوب بتصير عن طريق الجسر الثقافي، وعلى هذا الجسر تطلع كل الأمور الأخرى من سياسة واقتصاد وإلى آخره. أكيد. شاركتم مبارح بأمسية هلمو خدوا نورا. نعم. فخلونا نشوف مقتطفات من هالأمسية وبعدين بنرجع لنحكي عنها. حبينا نشارك شعبنا آماله وفرحه بهالسنة. نشكر الله، يعني تقريبا صرنا سنة هيك الأوضاع بالشام صارت كويسة وإن شاء الله بتصير كويسة بكل البلد مختلف مناطقه، فحبينا أنه يكون هالسنة احتفالنا مميز ونشارك باحتفال كبير، احتفال موسيقي يعني بمركز الثقافة بدمشق وبسوريا اللي هو دار الأوبرا. هذا يعني هو احتفال حقيقة، احتفال ديني وطني بنفس الوقت، يعني هو موجه لكل شعبنا لحتى يقول لهم انه كل سنه وانتم سالمين ومواسم بركه تنعاد عليكم، وموجه كمان لابناء اللي عم بيحتفلوا هلا بمواسم عيد الفصح. فبنقول مواسم باركه، ان شاء الله تنعاد عليكم، ان شاء الله نقدر نعكس صوره حضاريه عن بلادنا من خلال الفن والموسيقى. الامسيه اليوم هي طبعا بمناسبه انه هلا قرب عيد الفصح مع أوركسترا أورفيوس مع أستاذ مايسترو أندري معلولي، عاملين أنه الكورال تراتيل الفصح المعروفة هي بس بتوزيع لأوركسترا كاملة. عادة هاي التراتيل تبع الفصح بتكون مثلا بكنيسة، ممكن تكون بدون موسيقى أو موسيقى صغيرة وكذا، بس هالمرة في موزعين عاملين موزعين لمختلف الآلات الموسيقية، يعني هي أوركسترا كاملة التوزيع مع الكورال، طبعا كورال كنارة الروحية. نحن يعني حابين نقول أنه يعني نحن الوجود المسيحي لسه قادرين نصمد وقادرين نمارس الشعائر تبعنا، ونحن فرحين وموجودين على هالأرض لأنه الأرض هي سوريا، نحن سوريين بالآخر، هويتنا سوريا، ونحن مفتخرين بهالوجود هون وما رح نرحل، يعني وبدنا نضل نعيش المسيحية ونعيش الفرح لكل العالم. المقطوعات الموسيقية كمان هي قصة القيامة ومتعلقة بسيد المسيح. الحفل كورال كبير وأوركسترا كمان أوسع من الأيام الماضية. السنة الماضية كانت أوركسترا مصغرة، هلأ أوركسترا سيمفوني كبيرة، عدد الكورال كبير، في رح يشاركوا فيه أطفال كمان ما كان فيه بالأيام الماضية أطفال.
يعني مايسترو بدنا نقول شكرا لكل اعضاء الاوركسترا، لكل العازفين، لكل حدا ساهم يمكن بينشر هاد روح الطمانينه، الامان والسلام يلي مثل ما سمعنا. حاسه خليني اقول كمان سبار مبارح من الناس اللي اجت كانت كثير مبسوطه بهي الفعاليه وخبرتنا عنها. اليوم عم نشوف هذا المستوى من الاداء بظل هذا التعب يلي عم يعيشه الانسان اليوم. كل انسان اليوم صح. عايش بهذا البلد عنده تعب كثير كبير. قد ايه مهم فعلا تقام هي الفعاليات؟ طبعا اليوم بهيك جو الانسان بحاجه لانه يطلع من ازماته، يعني يخرج لعالم بيقدر يكون في عايش لحاله بطمانينه بعيد عن الأزمة اللي بيعيشها الإنسان. مو فقط الأزمة اللي مرقنا فيها، كل إنسان عنده يوميا أزمة خاصة فيه داخلية، ممكن يكون مزعوج متضايق، في عنده مشكلة ما عم يقدر يحلها. فدائما الصفاء الداخلي ضروري جدا للإنسان. من خلال الأمسيات كلياتها لما الواحد بيجي ليحضر حفل موسيقي يستمتع فيه لمدة ساعة، يخرج عن العالم تبعه، ممكن يوصل لحالة من الصفاء يرجع يقدر يكون قادر على حل مشاكله أو تخطر بباله أفكار للحل بدون ما يكون منتبه لها سابقا. فكتير مهم اليوم الإنسان يعطي جزء من وقته لا يكون عايش حالة خارجي عن المألوف له بالحياة اليومية. وهذا العمل اللي قدمناه مبارح كان كتير مهم جدا، يعني بعيدا عن اليوم الحالي اللي بيمثله هو قصة الفصح والحدث الفصحي اللي نحن مقدمين عليه. اليوم كان في فكر موسيقي جديد موجود بهاي الأمسية، بلشنا فيه من حوالي سنتين نشتغل على موضوع إدخال الآلات الموسيقية والموسيقى الآلية على الموسيقى البيزنطية اللي ما كان موجود سابقا. العادة دائما أن الموسيقى البيزنطية تحديدا هي موسيقى غنائية بيأدوها إما كورال مؤلف فقط من شباب أو أحيانا ممكن يكون موزع بتوزيع خفيف بين بنات وشباب. أما أنه إدخال الآلات الموسيقية والموسيقى الآلية على الموسيقى البيزنطية فهو ابتكار جديد. عم نوصل كمان رسالة لكل العالم بفكر موسيقي جديد نقدمه بطريقة مختلفة اليوم تتماشى مع العصر اللي نحن عايشين فيه دون المساس بالتراث اللي نحن بيوصلنا من آلاف السنين، لحتى نحن نحافظ عليه ونقدمه بطريقة أجمل ونقدم رسالة إن نحن اليوم عم نقدر نبتكر عمل جديد، ما عم نقلد، إما عم نبتكر موسيقى آلية تدخل مع الموسيقى البيزنطية. وهي هاي كمان ممكن تصير تجربة كل العالم إنه يبلش يشتغل فيها أو يقلدها. أكيد دائما في عنا إبداع سوري ورسالة، والحمد لله عم توصل لكل العالم، هذا الشيء كتير حلو. مبارح كنت بالأمسية أجواء ولا أروع، وكان في تفاعل من الحضور كمان بجنن. هلأ إذا بدنا نحكي كمان، وأنا قبل ما فوت على الأمسية كان في أجهزة سينمائية قديمة لفتت لي نظري، قعدت تشوفهم، شو هو التحضير، شو هو الجديد عنكم؟ طبعا اليوم على هامش العروض التي تقدم في دار الأوبرا بيكون في معارض احيانا، اما فن تشكيلي او لامور مقتنيات ثقافيه مهمه. طبعا السينما هو احد الامور الهامه جدا والرائده في عالم الثقافه، وكان في بصمه جدا كبيره لعالم السينما بالثقافه السوريه. وهل الافلام اللي انشهرت والأفلام اللي ظهرت وانشغل عليها وأخذت جوائز عربية وعالمية تصورت بأجهزة سينمائية كانت بالبداية بسيطة وأنتجت كل هذا الزخم وهذا الأعمال يلي ظلت بذاكرتنا لليوم. فكان مبارح معرض للأجهزة السينمائية والمقتنيات السينمائية القديمة، بعضها من عند الأستاذ محمود حديد اللي هو بنسميه شيخ الكار بعالم التصوير السينمائي، وبعضها كان موجود في المؤسسة العامة للسينما. تم وضع هالمعرض هاي لحتى العالم تشوف انه هالأفلام المهمة جدا اللي كانت تنتج من المؤسسة العامة للسينما ومن الأماكن أو القطاعات الأخرى الثقافية، هي المكانات اللي نحن دائما بنفتخر فيها انه انتجت
فن سوري كتير كبير وفن سينمائي سوري كتير كبير. لسبب كان هذا المعرض موجود ورح يتم اقتناء هيدي الأجهزة لنحافظ عليها لأنه هي إرث حضاري وتراث بالنسبة لنا بهمنا يجب المحافظة عليه وأنه يبقى في دار الأوبرا كدائما ليذكر العالم بهذا العالم الفني السينمائي يلي أنتج أفلام كتير مهمة. أكيد يعني مايسترو لا يمل من الحديث إن كان عن دار الأسد إن كان عن هي الفعاليات وعن الإرث الثقافي والحضاري اللي تحدث عنه حضرتك. بتشكر وجودك معنا كتير اليوم. بدي أتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا. أكيد بنتمنى لك التوفيق ونتمنى لكل الفرقة التوفيق. دائما هي الموسيقى سفيرة سوريا للعالم والفن رسالة ورسالتكم وصلت. شكرا كتير لوجودك معنا.